Bonjour mes amis, comment ça va? Notre leçon pour aujourd'hui est la multiplication. Sabah khair. Kif kun ya chatrin? Darsna liya bdi goun. عن الضرب بدنا ناخذ اكزرسيسات عن الضرب بدنا نتعلم تابل دي ملتيبليكاسيون. بس قبل ما نبلش بدي انبهكم لضرورة غسل ايدين لتحموا حالكم من فيروس كورونا. هلا خلينا نبلش بدرسنا. في عنا اول شيء هون 87 فوا 5 يعني 87 ضرب 5. اول شيء نبلش نضرب 5 فوا 7. 5 فوا 7 ايجال 35. ونحط 5 بخانة اليونيتي ونشيل 3 ونحطها فوق ال 8 بخانة الديزاين. نرجع نضرب 5 فوا 8. 5 فوا 8 ايجال 40 بلس 3 ايجال 43 يعني 5 ضرب 8 بيساوي 40 زائد 3 بيطلع جواب 43. نحط 43 تحت بيطلع معنا جواب 87 فوا 5 ايجال 435 يعني 87 ضرب 5 بيطلع جواب 435. 435 مولا في 5 يونيتي 3 ديزاين 4 سنتين. هلا بننتقل للمعادلة اللي بعدها. في عنا 125 فوا 6. 125 فوا 6 يعني 125 ضرب 6. أول شيء بنضرب 6 فوا 5. 6 فوا 5 ايجال 30. 6 ضرب 5 بيطلع معنا الجواب 30. بنحط 0 بخانة اليونيتي ونشيل ال 3 ونحطها فوق ال 2 بخانة ديزاين. نرجع نضرب 6 فوا 2. 6 فوا 2 ايجال 12 بلس 3 ايجال 15 يعني 15. بنحط 5 بخانة ديزاين ونشيل الان بنحطها فوق الان بخانة سنتين يعني بنحط 5 بخانة الديزاين ونشيل الآن بنحطها فوق الآن بخانة سنتين. هلا بنضرب 6 فوق 1 ايجال 6 بلس 1 ايجال 6 يعني 6 ضرب 1 بيطلع معنا الجواب 6 زائد 1 بيطلع معنا الجواب 7 يعني بيطلع معنا الجواب 750 يعني 125 فوا 6 ايجال 750. 125 ضرب 6 بيطلع معنا الجواب 750. 750 مؤلفه 0 يونيتي 5 ديزاين 6 سنتين يعني 0 احد 5 عشرات و 7 مئات. هلا بننتقل لهذا الدفوار اللي كنت تعملوه بالبيت تبعتوه للمعلمي هو 87 فوا 7 وكنت تطلعوا الاجابه قديش بتطلع وتبعتوه للمعلمي. 87 فوا 7 يعني 87 ضرب 7. 87 ضرب 7 87 فوا 7. هلا بدنا نعمل ريفيزيون للتابل دي ملتيبليكاسيون دو 8. 8 فوا 1 ايجال 8. 8 فوا 2 ايجال 16. 8 فوا 3 ايجال 24. 8 فوا 4 ايجال 32. 8 فوا 5 ايجال 40. 8 فوا 6 ايجال 48. 8 فوا 7 ايجال 56. 8 فوا 8 ايجال 64. 8 فوا 9 ايجال 72. 8 فوا 10 ايجال 80. لازم ننبهكم لشغله انه جدول الضرب لازم تكونوا حافظينه عن الغايه. كل جداول الضرب من الان للديس لازم كلها تكونوا حافظينها عن الغايه. هلا بدنا نعطيكم هذا الفرض بدكم تحلوه بالبيت تبعتوه للمعلمي هو التابل دي ملتيبليكاسيون دو 7 بدكم تطلعوا الاجوبه. 7 فوا 1 7 فوا 2 7 فوا 3 7 فوا 4 7 فوا 5 7 فوا 6 7 فوا 7 7 فوا 8 7 فوا 9 7 فوا 10 بتطلعوا الاجوبه بتبعتوهم للمعلم. وهلا قبل ما اختم بدي اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس منيح وبدي اتمنى منكم شغله تحافظوا على التباعد الاجتماعي وتلبسوا الكمامه وتغسلوا ايديكم كتير منيح لتحموا حالكم وتحموا اللي حواليكم من فيروس كورونا لانه هذا الفيروس لازم نتعامل معه بحذر. وهلا اسمحوا لي اقول لكم اورفوار.